بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان فقه الجهاد الجزء الثاني. برضه نريد أن نفرق وتأتي الكلام تفريق أوضح عن كلمة كلام ابن حبيب اللي إلى غير مدة، هذا هو الصلح المطلق ليس المؤبد. الصلح المؤبد لا يكون إلا بالجزية، أما الصلح المطلق بمعنى أنه غير محدد المدة، يجوز للمسلمين أن يعني يمضوا إليهم وأن يخبروهم بانتهاء مدة الهدنة، كجميع أحكام الهدنة في الأحوال المعاصرة يسموه هدنة. ممكن إيه وقف إطلاق النار، ممكن إيه أي طريقين أن يعلن عدم التزامه بوقف إطلاق النار، بخلاف معاهدات السلام مثلا اللي فيها إقرار بحق مثلا هذه البلد في هذه الأرض وهذه الحدود، وإن دي حاجة مؤبدة إلى على الدوام، وإن ده حقهم يثبتوا إن ده حقهم. فده في فرق، مع إن ده فرق قتال وده فرق قتال. يقولون مثلا ما فيش حرب مثلا بين مثلا سوريا وإسرائيل دلوقتي لمدة طويلة، ده بناء على إيه الكلام ده؟ بناء على معاهدة السلام، بناء على إيه؟ على قرار وقف إطلاق النار. ممكن أي فريق يلغي هذا الأمر. فهذا هو يعني هذه المسألة. والمقصود إلى أن يقوى المسلمون فينبذوا إليهم على سواء قبل قتالهم، كما بيّنه ابن القيم في الزيادة. وترجح ابن القيم رحمه الله مسألة جواز الزيادة على 10 سنين وإلى غير مدة. الشافعي رحمه الله لا يريد العقد إلى غير مدة، لابد أن يكون العقد محدد المدة. وبذلك ده فيه خلل كبير جدا في الفهم لدى الكثيرين، لما يخلطوا بين هذا النوع من العقد وبين الصلح المؤبد اللي هو الاعتراف بحق الوجود، زي ما بيقولوا في الصلح بين المسلمين وبين اليهود اللي هو العقود معاهدات السلام دي. فالعقود دي عقود تقرر حق الدوله في البقاء والاستمرار، البقاء يعني الى ما لا نهايه او الى غير امد منظور، وعقود ملزمه ليست كعقود الهدنه. اشبه شيء في الاوضاع المعاصره في مسألة الصلح اللي هو إلى غير مدة اللي هي عقود الهدنة، زي ما حصل صدر اشتباك، زي ما حصل بعد حرب 73 مثلا حصلت إيه؟ وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار ده كان بيجددوه، وبعدين في الآخر قالوا إن هو مستمر من غير ما حد يلغيه ولا حد إيه؟ يجدد، زي الوقت إطلاق النار الحالي مثلا بين سوريا وبين إسرائيل. حالة الحرب ما زالت معلنة بس ممنوع وقف إطلاق النار، يعني ممنوع ضرب نار. فدي طب الى مده ولا الى غير مده؟ الى غير ايه؟ مده، من غير ما يكون في معنى. لكن فرق كبير مثلا بينهم وبين الاردن مثلا وبين مصر، ففي معاهدات ايه؟ ملزمه مستمره بين البلاد دي وبين اسرائيل. فالكلام المفروض ان هم بيتم على ان العهود دي عهود متضمنه الاعتراف بحق ايه؟ الكفار في دوله مستقله لها سلطان وسياده وحدود امنه كما يقولون. مع ان دي ارض المسلمين اصلا، فده طبعا فده لا يجوز اقراره حتى على الكفار باي نوع كان، كما هو واضح، الا بالجزيه فقط. واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. يبقى متى وجد المسلمون مصلحه في الغاء هذه الهدنه يعلنوا انهم غير ملتزمين بهذه الهدنه. بالضبط كده كان بعد حرب 67، كان في وقف اطلاق النار. كان الوقف ده مقيد، كل 3 شهور يجددوه. كل 3 شهور يقرر وقف اطلاق النار. جاء انور السادات سنه 72 واعلن انه غير ملتزم بوقف اطلاق النار. او 71 وبدات مناوشات خفيفه كده. اعلن انه غير ملتزم بوقف اطلاق النار، خلاص قال اعلن كده وبقى من ساعتها مفيش هدنه. انتهى الهدنه. كان بيتم ايه؟ الوضع ده؟ وجد كذلك يعني في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، قال وردت ان بيني وبينهم نارا. عمر رضي الله عنه كان يريد، ومنقول عنه تفسير ان هو بينه وبين الكفار نار، مش عايز يمتد في قطاع حتى يستقر امر الاسلام في البلاد دي اولا، وبعد فتح الاندلس وكذلك غيره من البلاد توقف القتال من غير ما يكون في حد نهائي. العهود دي ينتهى جنس العهود اللي فعلا كان مع اليهود في المدينه، ما كانتش محدده المده.
كانت عهود بعدم القتال وبالتعاون على صد رضوان عن المدينة في حالة هجوم على المدينة كله من جهة يعني دول يدفعوا عن ناحيتهم من غير تحديد مدة. قال ابن حجر في الفتح احنا نجيب اخوال المذاهب كلها في مسألة جواز الصلح. جواز الصلح ده عمل بآيات الايه الكف عن القتال، ان الصلح معناه ان انا سوف اكف عن قتالهم. فاحنا جبنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه اولا، وجبنا كلام ابن العربي من المالكيه، وجبنا كلام ابن حبيب من المالكيه، جبنا كلام الامام الشافعي رحمه الله في ده، كل ده كان كلام ابن العربي. هيجي كلام الشافعيه في بيان معنى كلام الشافعي رحمه الله، في ان هو لا ان اذا صلحهم على اكثر من 10 سنين فالهدنة ايه منتقب، اي اذا كان سائف البيان. قال ابن حجر قال الشافعي اذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين زادت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم. قال الشافعي اذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين زادت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم، لأن القتل للمسلمين شهادة، وإن الإسلام أعز من أن يعطوا المشركين على أن يكفوا عنهم، إلا في حالة مخافة الاستلام، استلام المسلمين، استلام والإبادة لكثرة العدو، لأن ذلك من معاني الضرورات. هذا تصريح من الإمام الشافعي رحمه الله في ان في احوال يخاف فيها هلاك المسلمين وعبادتهم يجوز ان يعطوا المشركين مالا ليكفوا عن المسلمين، فهو بالاولى كف منا ايه عنهم، ده احنا بنطلب منهم هم انهم يكفوا عنا فقط، فضلا احنا نطلبهم بالقتال. فقال وكذلك لو اسر رجل مسلم فلم يطلق الا بفدية جائز، وده نفس المعنى اصلا في مسألة انهم يكفوا عن هذا المسلم بأن يأخذوا مالا، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفداء الأسير من هذا الباب للعجز عن تخليصه بالقتال، أو غلب على ظنه يقتل، أو لا يستطيع المسلمون أن يطيروا إليه ويخلصوه، عند ذلك يجوز أن يفدى بمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فاد بالمرأة التي نفلها بوكر سنة بن الأكوع وسار من عند في أهل مكة، وأعطاهم هذه المرأة بمال، الأمة المملوكة في حكم المال، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها ليفادي أسرى من أسرى المسلمين. هذا دليل على أنه إذا اضطر المسلمون إلى دفع شيء من المال للكفار ليكفوا عنهم من باب الضرورة وليس من باب الأصل فهذا أمر جائز. قال ابن قدامة في المغني لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. ده على الخلاف المشهور في المسألة، في مسألة الهدنة المطلقة والهدنة المقيدة بمدة. وقال وتجوز مهادنتهم على غير مال، يجوز أن يهادنهم على غير مال يدفعونهم أو ندفعه نحن. وده في قولين في مذهب الإمام أحمد في مسألة المهادنة إلى غير مدة، قول مثل قول الشافعية، والقول الثاني مثل قول المالكية. وابن القيم وابن تيمية بيرجحوا قول المالكية اللي هو تجوز المهادنة الى غير مدة مشروطة ب لا بقوة المسلمين، اذا قوي المسلمون نبذوا اليهم على سواء. يبقى الامر ده حال ضرورة برضو، حال استثناء، فاذا زالت الضرورة وزال الاستثناء رجعنا الى الاصل، ولكن بابلاغهم ننبذ إليهم لا، هذا باتفاق العلماء لا يجوز، لا ما يلزمش. ممكن نقول احنا متفقين على ترك القتال، لا نقول مؤبد ولا نتوكلهم حق، يبقى باطل. قال وتجوز مهادنتهم على غير مال، واما ان صلحهم على مال نبذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه، وهو مذهب الشافعي، لأن فيه صغارا على المسلمين، وهذا محمول على غير حالة الضرورة، وده نص كلام الشافعي أيضا. فأما إذا دعت إليه الضرورة
وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز، ولأن بذله المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه، وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذي يفضي سبيهم إلى كفرهم، من كلام المالكية والشافعية والحنابلة. هذا الكلام واضح جدا أن هناك أيضا أحوال يقررها أئمة الحنابلة في مسألة الضرورة، كما هو نص الشافعي رحمه الله مثله كلام الإمام أحمد في محمله. قال الشيباني في التفسير الكبير، الشيباني اللي هو صاحب أبي حنيفة، محمد بن حسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، أحد أكبر يعني أصحاب الوجوه في المذهب، أكبر مجتهد في المذهب هو القاضي، القاضي أبو يوسف. قال في السير الكبير: وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم، فأبى المشركون أن يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة. بهذه النقول كلها يتضح لك أنه لا خلاف بين السلف من المذاهب الأربعة وغيرهم يعني، وعمل السلف في عهد الخلافة الراشدة، ووجود هذه المصالحات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلافة الراشدة بعد وقبل نزول آية السيف. يقول نقول: وبهذه النقول كلها تضح لك أنه لا خلاف بين السلف أن العمل بالمراحل الأخيرة من الجهاد إنما هو حسب الإمكان والقدرة، وأما ما لا قدرة عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أن عليهم الأخذ بأسباب القدرة حتى يزول عنهم هذا الاضطرار. إذا مسألة إيجاب القتال، قتال الطلب على المسلمين في كل حال دون نظر إلى حال الاستضعاف أو القوة أو الضرورة، هذا قول لا يقول به أحد من أئمة العلم. الذي يفرض القتال على الناس مثلا أن يقاتلوا بالعصي، أن يقاتلهم بالطائرات والدبابات مثلا كقول بعض المعاصرين، ويجب الخروج ولو بعصا ولو بحجر، هذا كلام فاسد بلا شك، لا يقوله عاقل فضلا عن عالم. أن يقاتل الدبابة مثلا بحجر مثلا، يقول ده هذا هو الجهاد الواجب، واللي ما يرميش الدبابة رطوبة يبقى إيه؟ يبقى مقصر وآثم وضيع فرض الجهاد. لا شك أن هذا مما لا يقول أخي، الأمر لابد من أخذ أهبة. نعم قد تكون في تفاوت، لكن لابد من وجود أهبة، لابد من وجود إمكان رد العدو أو الكيد به، أما أن هو لا يكون على أي إمكانية فلا يمكن. واحنا في حالة الاستضعاف هننسحب، الكلام على الانسحاب ولا على ان احنا نؤسر؟ الكلام هيدخلوا مدينة، اما ان احنا ننسحب منها او نؤسر او نقتل، ليس كذلك؟ نتكلمنا قبل كده عن الامر ده المرة اللي فاتت، احنا قلنا ان هو مسألة اذا جوز القتل والاسر جاز ان يستأسر، ما قالوش وجب انه يستأسر، ان هم يعملوا زي اسرع، هيبقوا أسرع، هذا الأمر يجوز له أن يفعله، يعني التأثير إذا غلب على الظن القتل. وهكذا يتضح لك أخي الكريم أن إنكار المرحلية بالكلية واعتبارها جبنا وإلزام من يقول بها بأنه يدعو إلى ترك سائر الواجبات التي فرضت بعد المرحلة المكية، غلو مخالف لكلام أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، والله المستعان. الكلام ده اللي هو مقرر في كتاب ميثاق العمل الإسلامي، وشبيه به ما هو موجود في كتاب العمدة في علم العمدة، الكلام قريب في ذلك، وزعم ان هذا جبن وان ما فيش حاجة اسمها عدم نسخ لهذه الآيات، كلها منسوخة ويجب الخروج عليها. وزيه كلام الدكتور عمر عبد الرحمن في كتاب كلمة حق، بيقول يجب الخروج عن الحاكم المبدل ولو بالعصر وبأي طريقة كانت. وهذا المنهج يعني مسألة الذي لا يراعي المصالح والمفاسد، أظنهم هم يعني قد راجعوا عنه. لا برضو نفس الكلام، أنا ما شفتش الرسالة دي الحقيقة، لكن هذا الكلام يعني كلام واضح، ولا يعني ذلك عدم وجود أصل، وهو أنه طالما قدر المسلمون فيجب أن يعملوا إيه؟ بآيات القتال وعدم الموادعة، وأن لا يهنوا ويدعوا إلى السلم، لكن إذا كان عندهم ضرورة فهذه حالة ضرورة تقدر بقدرها. البعض يقول لو هتقولوا
بوجود ان في مراحل كده يبقى لابد ان تقولوا بحل الخمر، ولا بد ان تتدرجوا في تحريمها، ولا بد ان تقولوا بحل الربا، ولا بد ان تقولوا بعدم وجوب الزكوات، ولا بد ان تقولوا بعدم صلاه الجمعه. هذا كلام باطل، من الذي يقول ان هذا يلزم من هذا؟ هذا كلام اهل العلم في احوال معينه للمسلمين يضطر معها الى ترك البدء بقتال الكفار عند الحاجة والمصلحة إلى ذلك، من كلام أهل العلم، وترك يعني القتال مدة معينة أو إلى غير مدة، بل ويجوز بذل المال عند الضرورة. مسألة أخرى وهي هل يقتصر معنى الضرر والعدل في الجهاد على المعنى الحسي؟ سبق أن نقلنا كلام أهل العلم في سقوط وجوب الجهاد عن الأعمى والأعرج والصبيان والنساء والمرضى وعادم الأهبة، عادم أهبة القتال، والنفقة، عادم النفقة اللي هو يحتاج القتال فيه إلى سفر ويحتاج إلى زاد ومركب، فلا يكلف أن يذهب على قدميه كما قال عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجد ما ينفقون. وذلك لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هل تقتصر سورة الضرر على ذلك كما حاول البعض قصرها على ذلك؟ في بعض الناس لهم مؤلفات يعني معاصرة في ذلك، يقول ان اي عذر اخر غير هذه المذكورة فهو عذر باطل، وان الضرر غير اولي الضرر هو العمى والعرج ونحو ذلك مما ورد في الآية. اما مسألة غلبة الظن بحصول الظفر او غلبة الظن بالاصطلام او مخافة الهلاك والاسر والسبي، فهذا عندهم ليس له اي اعتبار. كل هذه في الحقيقة هي التي يعني الافكار دي هي التي اثرت يعني في ظهور تصرفات كثيرة ادت الى اضرار عظيمة على العمل الاسلامي. صاحب كتاب العمدة في عداد العدة ينص على هذا الكلام، يقول اصلا مفيش الا الاعمى والاعرج والمريض وعادل النفقة، اما السليم فلا يجوز له ان يحتج بانه عاجز عن القتال، مع ان العلماء نصين على عادم الاهبة، لان عادم الاهبة دي زي الايه، زي المقعد، زي المريض عند اهل العلم اللي هو من معهوش سلاح ولا يستطيع ان يقاتل بالحجارة. ام انه عند غلبة الظن بحصول الاذى الجسيم على طائفة من المسلمين من هزيمة وقتل وسبي وأسر من غير مصلحة راجحة تدخل في هذا المعنى كذلك. يعني نحدد بنقول ان احنا نقول غلبة الظن دي مبنية على التجربة، مبنية على الموازنات العسكرية والقوة، مدى قوة المسلمين ومدى قوة عدوهم، بحصول الاذى الجسيم يعني متوقع ان هو يحصل اذى من قتل بعضهم، هوش ده الاذى الذي نقصده، والا فالجهاد لا يخلو من قتل وجرح واحتمال الاسوار، هذا امر لم يحدث في كل الحروب. محدش يقول لا ده كده هتعطلوا الجهاد تماما، هنتكلم على اذى جسيم من قتل، من هزيمه وقتل وسبي واسر من غير مصلحه. ان المسلمين طائفه اكثرهم اكثر الموجودين دول اللي هم هيواجهوا في المعركه المخصوصه دي هيتعرضوا للاباده او ان هم يتعرضوا للاسر، وليس هناك معطيات لا من جهة العدد ولا من جهة المكان ولا من جهة العدة تسمح بأن هؤلاء تكون لهم نجاة. فهل هذا بنفس المعنى من معنى العجل؟ ودي قضية مبنى قضية الأمر في المنكر عليها نفسها، بل هي تفريع قضية الأمر في المنكر اللي هو سقوط بالعجز المعنوي، سقوط بما في معنى العجز من وجود الضرر، متفرع على هذا الايه الاصل اللي هو عليه ادلته من الكتاب والسنه كما سيأتي. لان البعض مثلا لما انسحب المسلمون مثلا في الشيشان من جروزن مثلا، البعض يقول ده ايه الانسحاب وده ترك للبلد ونحو ذلك والاسلام وكان الواجب السادات. الامر ده لابد من تقدير المصالح فيه والنظر الى يعني الاذى الذي يحصل. الصورة اللي هي فيها حصول الأذى الجسيم على طائفة من المسلمين من هزيمة وقتل وسبي وأسر من غير مصلحة راجحة داخلة في معنى العجز. وقد سبق في المسألة السابقة في كلام العلماء على حالة الضرورة
واحتمال نوع من الصغار فيها لدفع صغار أعظم منه. العلماء ذكروا إن هو يجوز أن يدفع مالا لدفع صغار السب وصغار القتل. وقد دلت آيات سورة الأنفال على جواز ترك القتال إذا كان العدو يزيد على ضعف المسلمين. وده هتلاقيه متضمن في كلام المذاهب الأربعة اللي نقلناها، لأن ترك القتال نوع لنقول المهادنة، ده احنا بنطلب المهادنة، ده احنا بنطلب انهم ياخدوا فلوس ويسيبونا، ده احنا بنعطي فلوس عشان نستخلص أسير، ده نوع من ترك القتال. آيات سورة الأنفال أشد وضوحا في الدلالة أنها ساعة تعين القتال أثناء المعركة ذاتها. الآية تدل على جواز ترك القتال إذا كان عدو يزيد على ضعف المسلمين. قال تعالى: فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. روى ابن جرير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية، يعني قول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآية دي فيها بشارة تضمن أمرا وتكليفا، وإلا لما ثقلت لو كانت هي مجرد بشارة فقط. البشارة لم تنسخ، وهي أن الواحد يغلب 10 إن صبروا، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لكن دي متضمنة لوجوب الثبات، متضمنة الأمر لوجوب الثبات. الأمر ده هو اللي شق على المسلمين، هما فاهموا من ذلك الأمر. الآية ما فيهاش صريح لفظ الأمر، ولكن متضمنة لإيه؟ لمعناه. فلذلك قال عز وجل: الآن خفف عنكم. قال ابن عباس لما نزل هذه الآية اللي هي الآية الأولى: ثقلت على المسلمين وأعظموا أن يقاتل 20 200 و100 ألفا، فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغي لهم أن يفروا منهم، وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم أن يقاتلوا، وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم، جاز لهم أن ينصرفوا عنهم. وهل يشترط نية التحيز إلى فئة حتى لو لم تكن ظاهرة، ويتحيز إلى مكان يترك فيه القتال ليتقوى عليهم؟ قولان، الراجح أنه يلزمه ذلك، هذا نوع من التحيز إلى فئة. قال الكساني في بدائع الصناعة، مش الضائع، الكساني من الحنفية، قال: الغزاة إذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم، فلا بأس لهم أن ينحازوا إلى بعض أنصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم. والحكم في هذا الباب لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد، فمذهب الحنفية، والذي رجحه ابن رشد من المالكية مع قيد، يعني إن هو ابن رشد بيقول: الظاهر أن العدد معتبر فيما إذا تقاربت الصفات. فهو ده في الحقيقة يرجع لقول الحنفية، لما نيجي نقول إن الأمر مبني على غلبة الظن، وده وجه عند الشافعية أيضا، بل هو الراجح ويكاد يكون يعني هو الصواب في واقعنا، وهو إن القتال بالسيوف والعصي والرماح في مقابلة الدبابات مثلا والطائرات، أن ذلك أمر غير متصور، إلا أن يكون هناك غلبة الظن من باب آخر ليس من باب المواجهة المباشرة. يعني الناس تقعد تخبط في الدبابات السيوف مهما كان ليس لها أثر. المعطيات الأخرى دي غلبة الظن من باب مثلا قوة الحصن، إن لو في حصن قوي جدا والمسلمين متحصنين فيه والكفار ما يعرفوش يطلعوا له، هب عالية مثلا. كما كان السادات كان بيقول لما اتكلم على حرب 67 وعلى الجولان، بيقول الجولان دي تبة عالية ما فيش ولا جيش يعرف يخش لها من تحتها، ان شاء الله قوة ضعيفة جدا فوق قاعدها فوق، من الصعب جدا ان هي ايه لازم يعني مصر انزال من فوق مثلا لو ما فيش حاجة دفاع، لكن ان هم حد يطلع لهم من تحت جيش نظام يطلع من تحت ده ما يكونش الا الطريق مفتوح. عشان كده كان بيقولوا الجولان اتباع، والناس كلها في الدنيا كل العسكريين عارفين ان الجولان اتباع 67، هو لك ان اعلن انسحاب الجيش السوري من الجولان قبل ما يخشها اي عسكري اسرائيلي، اعلن سقوطها قبل ما يخشها عسكري اسرائيلي واحد. اخبرني بعض من ينقل عن الجنود اللي شاركوا في اياميها، يعني بيقولوا احنا جات لنا قبل ما نتهم مش شايفين حد قدامنا اصلا، احنا
مفيش جيش اصلا. لما هم مشيوا التانيين دخلوا، اليهود جم دخلوا بعد كده، ففي ممكن ان المكان يتم الدفاع عنه بقوة بسيطة ويغلب على الظن ان هم يعرفوش ايه يرسل، زي الحرب في الكهوف في الجبال تختلف عن الحرب في الايه في السهول الواسعة، لان دي امر يعني لا يمكن يعني. لذلك مثلا كل مكان بيبقى له اهل الخبرة فيه بيعرفوا ازاي ايه امكانية الدفاع عنه، واي نوع على سحي اكثر فيه في القوة المدافعة عنه. فكلام الحنفية مبنى على غلبة الظن، وان الاعداد اللي هي ذكرت في الاية المقصود بها يعني عند تقارب الصفين، عند تقارب داود قال نزلت آية ان يكن منكم 20 صابرون يا ايها النبي حضرة المؤمنين اللي في زمنه، والتانيين كان الاختلاف ممكن يكون في مثلا واحد ركب فرس والتاني ايه ركب مثلا ناقة او جمل او بغلة ونحو ذلك، لا شك ان الفرس اقوى، لكن العبرة حتى ممكن يقاتله راجلا يمكن يقاتل من يقاتل فارسا. قال الحكم في هذا الباب لغالب الرأي واكبر الظن دون العدل، فان غلب على ظن الغزاة انهم يقاومونهم يلزمهم الثبات وان كانوا اقل عددا منهم، بل اقل من نصف العدد، يعني جماعة في حصن حصين جدا ومتين وهم 10 وقد اتاهم 200 او 300 وهم في مرتفع مثلا، وهم يستطيعون الثبات امام الكفار ويستطيعون ضرب الكفار ودحر الكفار، فلا يجوز ان ينطلقوا من هيك من هذا رغم قلة العدد، لانهم يغلب على الظن انهم يقاومونهم. يقول وان كان غالب ظنهم انهم يغلبون فلا بأس ان ينحازوا الى المسلمين ليستعينوا بهم وان كانوا اكثر عددا من الكفار. لو قلنا 100 بسلاح السيوف والعصي امام 10 من الكفار في 10 دبابات مع المدافع الرشاشة وغيرها، ماذا يصنعون؟ يبقى فرارهم هو المعتبر، وينمو بالفرار ليه تحيف، وده الصحيح. وبعض العلماء لا يشترط هذه النية، بل يجوز الانصراف بلا نية. سائل يقول وكذا الواحد من الغزاة ليس معه سلاح، مع اثنين منهم معهما سلاح، او مع واحد من الكفرة ومعه سلاح، لا بأس ان يولي دوره متحيزا الا فئة. وده قريب من كلمة عادم اخبت الختابات اشترطها الامام النووي، يعني واحد قصاد واحد بس تاني ده مع سلاح وده ما معهوش، ماذا يصنع معه؟ يكون يطلع يجري منه، فهذا متحيزا الى فئة، هذا امر هو حفظ النفس. قال النووي في روضة الطالبين الجزء العاشر قال الجمهور اذا التقى الصفان فله حالان، احدهما ان لا يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين، بل كانوا مثلي المسلمين او اقل، يعني 100 قصاد 200 فاقل، او قصاد 999، فتحرم الهزيمة والانصراف الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة، يعني ينوي ان هو يتحيز علشان يكر عليه مرة ثانية. هذا الذي ذكرناه من تحريم الهزيمة الا لمتحرف او متحيز هو في حال القدرة، اما من عجز بمرض ونحوه او لم يبق معه سلاح فله الانصراف بكل حال، ويستحب ان يولي متحرفا او متحيزا، يستحب انه ينوي انه هو ايه متحيز، لكن هو عاجز لمرض او لفقد السلاح لانتهاء الذخيرة مثلا في زماننا او نحو ذلك. هو الراجح مسألة وجوب النية والله اعلم، لان النية ما فيش سلطان عليه، بس يستحبها فقط ليه ينوي انه سوف يعود الكرة ما امكنه ليه السلاح، استحب ان يولي متحرفا، خد بالك هو اجاز له الانصراف بكل حال كويس كده، وقال يستحب ان هو ينوي التحرف، يعني الاستحباب ده عائد الى كلمة متحرفا او متحيزا،
ماشي، يستحب ان يكون كذلك. والراجح من الوجوب اللي هو كما قاله ابن عباس رضي الله عنه، لم يجب عليهم ان يقاتلوا اذا كانوا اكثر من ضعفهم، وجاز لهم ان يتحوزوا عنه. اخذ نفس الامر. يقول: فان امكنه الرمي بالاحجار فهل تقوم وقام السلاح؟ وجهان اصحهما تقوم. اذا كان يمكنه الرمي بالاحجار، هل ده يبقى زي السلاح وفي احجار؟ الصحيح ان الامر ده مختلف من حال الى الى اخر. لا، بيصح انها تقوم مطلقا، لكن عندهم وجهان في المساله. الراجح ان ده بيختلف اختلاف الاحوال، وان ممكن احجار ما تنفعش مع مع انواع من المقاتلات. الامر ده شك فيه، والكلام ده في الحقيقه على تفصيل، لان ربما قامت الاحجار مقام السلاح وربما لم تقم. فالرماح مثلا مسافتها ممكن تقترب من مسافات رمي الحجار، لكن في رمي من بعيد جدا، لو رمى بالحجاره مثلا على بعد 3 4 كيلومترات مثلا، التنين عمليه رموا بمدافع ثقيله مثلا والضرب شديد جدا، لا شك ان الاسلحه المعاصره يعني تجعل هذه الوجوه المحتمله غير غير محتمله. لكن هو هيقاوم الطائرات بالحجاره مثلا او الدراجة، ده مستحيل جزما. هذا الوجه ليس له اعتبار في وقتنا، لكن هو محتمل ان واحد معاه سيف والتاني ممكن يضربه بحجر يعوره، فهذا امر واحد. يقول: ومن مات فرسه وهو لا يقدر على القتال راجلا فله الانصاف، ومن غلب على ظنه انه ان ثبت قتل هل له الانصراف؟ وجهان الصحيح المنع. يعني عنده رهبة القتال، استعداد وكل حاجة، وهو بس غلب على ظنه ان هم هيقتلوه لقوة الاخر. دول وجهان الصحيح المنع من ذلك. لا، ما يجوزش ينصرف بما فيه من كسر قلوب المسلمين. الحالة الثانية: اذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين جاز الانهزام، وهل يجوز؟ دي بقى المسألة بتاعت الحنفية، اللي هي العبرة بالعدد ولا العبرة بالصفات. يقول: وهل يجوز انهزام 100 من أبطالنا من 201 من ضعفاء الكفار؟ 100 من أبطالنا هيبقوا أقل من نصف 201، مش كده؟ يبقى هم أكثر من نصفهم فعلا، أكثر من ضعفهم، لكنهم من ضعفائهم، شوية عجزة كده وقاعدين، والتانيين أبطال المسلمين يقبضون على الرجل. وجهان اصحهما لا. يبقى المرجح عند الشافعية هو نفس المرجح عند الحنفية من اعتبار بغلبة الظن. لو قلنا الصحيح لا يبقى اقوى بقى. يعني هي فيها اجتهاد، ولو قلنا الصواب ربما يكون سليم ايضا. يعني 201 من ضعفاء الكفار اللي هم من الكبار السن مثلا، و 100 من ابطال المسلمين اللي هم لو هجموا عليهم يخلصوا عليهم، يعني خلصوا الكفار دول، يبقى كيف يجوز ان ينصرفوا باعتبار العدد دي؟ اللي هي المساله اللي ذكرها الكساني، ها؟ تقارب الصفات. ما هو لا، هي نفسها بعينها اللي هي ان المسلمين زي ما قال كده الكساني، بيقول ان غلب على ظن الغزاة ان يقاومونهم لازم الثبات وان كانوا اقل عدد منهم. هي دي بعينها، هم اقل عددا من النصر وغلب على ظنهم انهم يثبتوا لهم، ماشي كده؟ يبقى حرم الانصراف، لزمهم، وجب عليهم الثبات، يلزمهم الثبات. لذلك بيقول هنا الوجهان لا اصحهما لا يجوز الانصراف. جاز الانهزام، هنا بيقولوا اصحهما لا، لا يجوز الانهزام، لانهم يقاومونهم لو ثبتوا، وانما يراعى العدد عند تقارب الاوصاف. والثاني نعم، لان اعتبار الاوصاف ليس بعسر. هذا الامر غلبة الظن فيه تقوم مقام، هو الاجتهاد في غلبة الظن. قل: ويجري الوجهان في عكسه، اللي هو عكسه بقى، هل يجوز انهزام 101 من ضعفائنا امام 200 من ابطالهم؟ او قلل بقى كده، اللي هي هم المسلمين اكتر من النص، ماشي كده، ولكن هم ابطالهم وعندهم سلاح تام ونحو ذلك، والمسلمين دول ضعفاء،
ولا يحسن القتال، وده امر معلوم ان تفاوت الاصطفاد ممكن يحصل. او بقى لو قلنا في الحروب المعاصرة طيارات مثلا ودبابات واللي ما همش ايه الا الاسلحة المعتادة، الوجهان يجريان برضو، والراجح الاصح منهما جواز الانصراف حتى لو كانوا اكتر من ايه من نصف عدد الكفار. وهو كلام ده مش مطروح اصلا في القتال بين المسلمين وبين الكفار، مقطوع به، هنتكلم على اللي يجوز ولا ما يجوز، وهيتكلم على الافضليه دلوقتي. يقول: وان غلب على ظنهم انهم ان ثبتوا ظفروا استحب الثبات. اهو اللي انت بتسال عليها بالظبط، عندهم يقين جازم بانهم ان شاء الله هينتصروا، عندهم مع التفاوت، فهذا الامر يستحب ان يثبتوا. وان غلب على ظنهم الهلاك، يعني الكلام بقى في ان هم اذا قلنا ان هو يجوز الانصراف في المواضع التي فيها يجوز الايه الانصراف وما يغلبش على الظن بقى، احنا قلنا ان هو اذا كان عندهم ان هم 100 من ابطالنا امام 200 واحد انه لا يجوز الانصراف، مش كده؟ في الاحوال التي ذكر فيها انه اذا التقى الطرفان وعدد الكفار يزيد على مثال المسلمين والصفات متقاربه، يبقى فيه تقارب صفات، يبقى العدد معتبر وهم اكثر من ضعفنا، قلنا يجوز الانصراف. يقول: ان غلب على ظنهم انهم ان ثبتوا ظفروا استحب الثبات، وان غلب على ظنهم الهلاك ففي وجوب الفرار وجهان. يبقى عارفين ان هم مقتولون والعدد زي ما قلنا معتبر وهم اكثر من ضعفنا، في وجوب الفرار وجهان، وجه بالوجوب ووجه بالايه بعدم الوجوب واستحبابه فقط. قال الامام والجويني: ان كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكايه وجب الفرار قطعا، وان كان فيه نكايه فوجهان اصحهما يستحب ولا يجب. الامام والجويني، وعشان كده ابن جزي نقل عنه الاجماع، ابن جزي الغناطي ده من المالكيه، نقل امام الحرمين الاجماع على وجوب الانصراف في حالة الهلاك المحض من غير نكاية، وجب الفرار قطعا، عشان قال قطعا، وان كان فيه نكاية فوجهان اصحهما يستحب، اي يستحب الانصراف ولا يجب. ليه يستحب الانصراف؟ لان الانصراف فيه حفظ رأس المال، والنكاية فيها ايه تحقيق ربح. وحفظ رأس المال مقدم، إلا لو كانت النكاية عظيمة يتبعها إيه؟ يتبعها تخاذل الكفار أكثر وليس إذعارهم أكثر، يعني زي ما في فعل أبي أيوب في حديقة الموت، مش كان أبو أيوب هو الأنصاري ولا كان مين؟ البراء بن مالك. نعم. ولا يجب اللي هو الفرار معانا؟ يبقى بنقول ان كلام الامام الجويني انه بيفسر في حاله، حاله اذا غلب على الظن الهلاك من غير نكايه، وحاله ما اذا غلب على الظن الهلاك مع ورود نكايه، مش بينتحر، يعمل عملا يعلم انه مقتول فيه، مش كده؟ فبنقول ان هو اذا كان فيه الهلاك المحض من غير نكايه وجب الانصاف، وجب، يبقى حرام انه يقاتل لان هو ده القاء بالنفس الى التهلكه. واما اذا كان في نكايه فوجهان، وجه بانه هو يجب الانصراف برضه، والوجه الثاني انه هو يستحب الايه الانصراف ولا يجب، والاصح المرجح انه يستحب الانصراف ولا يجب، يعني يجوز الامر ده ولكن الافضل انه يحافظ على راس المال اللي هو حياه المسلمين اولى من قتل ايه بعض الكفار. وذكر ابن جزي الغرناطي المالكي في القوانين الفقهية نحو من هذا. ومما يعضد هذا قول موسى الإسرائيلي: إنك لغوي مبين. قال القرطبي: لأنه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه. تحب ان هو ما يعملش معارك ولو فيها نكاية للعدو اذا كان يترتب على ذلك ايه عدم قدرة وعجز المسلمين، يستحب الانصراف واحيانا يجب الايه الانصراف. والظاهر في فعل الإسرائيلي ده مش عدم استعماله، قال إنك لغوي، دي غواية، يعني ده أمر محرم
وهو ان هو يشد من لفظ عليه ويستغيث ثم بعد ذلك يورث كل من حوله. وان سيدنا موسى يعني دفعته الحمية صلى الله عليه وسلم للدفاع عن المظلوم في ان يدخل في هذه المعركة، ولكن كان بلا شك هذا من عمل الشيطان. يعني ممكن يبقى في عمل من عمل الشيطان يقود الناس الى قتال مع الكفار، لكن لاجل ان يستأثر المسلمون او تتوقف الدعوة او تحدث مفاسد عظيمة على المسلمين. ايه قتله لما قتل هذا الرجل الفرعوني قال هذا من عمل الشيطان. واما الثاني ده غوي مبين، ده ثاني يوم غوي مبين الغواية. ليه؟ لانه كل لانه شد كل من اخذوا عليه. فاذا هذا يقول ان هذا منكر، معصية من المعاصي ان الانسان يقاتل من لا يقدر عليه ليضر ويؤذى ويعرض بقية المسلمين لانكسار القلوب ولأذيتهم ان حاولوا اغاثته، كما وقع مع موسى صلى الله عليه وسلم عندما حاول ان يغيثه وقع في الضرر، وإلا لابد أن يمسك حتى لا يقع في الضرر فينكسر قلبه إن يرى أخاه وهو عاجز أن يرفع على شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نزول عيسى بن مريم في أجوج ومأجوج، قال: فأوحى الله لنبي الله عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. لا يدان يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، يأجوج من الكفرة المفسدين في الأرض. ومع ذلك فالواجب عند العجز عن القتال تحريز عباد الله المؤمنين وحفظهم لا مصادمتهم لعدو يصطلمهم ويهلكهم بغير مصلحة. فالواجب عند العجز عن القتال تحريز عباد الله المؤمنين وحفظهم لا مصادمتهم لعدو يصطلمهم يبيدهم يعني ويهلكهم بغير مصلحة. فالجهاد لا يعود على مقصوده وهو إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه وأهله بالنقض، لا يعود على المقصود الجهاد بالنقض، يعني بعكس المقصود. يعني مش المطلوب ان احنا نموت وخلاص، ليس المطلوب ان احنا نقتل او تسفك دماؤنا او اننا نفعل ما نسميه جهادا من قتال معلوم مسبقا نهايته. وهذا الامر يعني حصل عبر مرات متعددة في التاريخ، يعني في التاريخ المعاصر وغير المعاصر، الناس يقدمون على معارك معروف عندهم سلفا انها ايه انها خاسرة، ولكن يقدم عليها لظنه ان ذلك استشهاد او لظنه ان ذلك جهاد او ليكون قد قدم عليه لئلا يعني يهان بانه جبان او بانه يمسك الفراخ او نحو ذلك، مع ان الكلام ده عارف مقدما ان الخطط فاشله وانها غير ممكنه ومع ذلك يفعل. فلا شك ان هذا ليس جهادا لانه عاد على مقصوده، على مقصود الجهاد بالنقد، ولا يجوز مثل هذا الامر، بل هذه غوايه. لذلك نقول ان الجهاد لا يعود على مقصوده وهو اعلاء كلمه الله وعز دينه واهله بالنقد بقتل المسلمين وسبي نسائهم من غير مصلحة للمسلمين. وأما قول من يقول أنه ليس بعد الكفر من مفسدة فهو أعظم المفاسد، يقولوا أنتم بتراعوا المصالح والمفاسد، طب ما الكفر أعظم المفاسد. صح، كفر أعظم المفاسد، هذا من جهة النوع. أما من جهة الكم بقى، أنه يزداد الكفر ده، وأن الكفر ده يزداد إليه الصد عن سبيل الله الذين كفروا، وصدوا عن سبيل الله جزناهم عذابا فوق العذاب. لذلك نقول قلنا نعم هو اعظم مفاسد من جهة النوع، اما من جهة الكم فالزيادة عليه بالصد عن سبيل الله وأذية المسلمين مع استمرار الكفر وبقائه اعظم مفسدة وضرر. يعني لو احنا هنموت ولكن الكفر يزول، نعم نعم ما فعل الغلام ونعم ما فعل الناس من صبرهم على القتل في قصة اصحاب الاخدود لكي يؤمنوا ولكي يظلوا مؤمنين. فالكون الناس يزول الكفر وتؤمن ويؤمن الناس حتى لو زالت الحياة فمصلحة الدين مقدمة. أما أن يزول الكفر، أن لا يزول الكفر وتزول حياة المسلمين، يعني يقتل المسلمين ويظل الكفر باقيا والعياذ بالله، ولا يؤمن الناس بل يظلوا متابعين ويصدوا عن سبيل الله عز وجل. لذلك كلمة الحق ممن يقولها عند سلطان جائر فيقتله وهو يعلم أنه يقتل في ذلك، لكن هذا يؤدي إلى بقاء الدين وإلى ثبات المسلمين على الحق، وهذا مقصود أعظم بلا شك. ولذلك المصالح
لا نزاع فيها ان مصلحة الدين ثم مصلحة النفس ثم مصلحة العرض ثم مصلحة العقل ثم مصلحة المال. الاخيرة دي ممكن يكون فيها نزاع، لكن لا شك ان هذه المصالح معتبرة بهذا الترتيب. ولكن البعض يفهم ان مصلحة الدين معناها ان احنا نضحي بالنفوس مع زوال النفوس من غير تحصيل مصلحة دينية. لا، ليس كذلك. المصلحة الدينية يمكن ان تقوم، يظل المملي. طب لماذا جاز فعل نطق كلمة الكفر عند الإكراه حفظا للنفس؟ مش ده تقديم مصلحة النفس على مصلحة الدين؟ لا، ليه؟ لأن مصلحة الدين حاصلة موجودة يمكن حفظها، وهو أن من نطق بالكفر مع الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فهو ما زال مؤمنا. إذا مصلحة الدين لم تزل معنا، ومصلحة النفس يمكن تحصلها فحصلها، فيبقى كده حصل مصلحتين معنا كده. الكلام ان هو اذا كان يعلم انه لو نطق بكلمة الكفر او ظل معهم ووافقهم يكفر اختيارا، فكل يصبر لحتى يكفر من الواجب. لذلك قال لها اصبري فانك على الحق، اليس كذلك؟ ان هو لو لم ترمي بنفسها في النار لبقي وكفرت. لذلك انا اقول ان أذية المسلمين والصد عن سبيل الله مع استمرار الكفر وبقاء أعظم مفسدة وضرر. يبقى ما يقولوش إن الكفر أعظم مفسدة علشان نضحي في سبيل ذلك بكل المصالح ونتحمل كل المفاسد. لا، لابد أن ترى إن الكفر ده سيزول أم لا. أما أنه يبقى ويزداد عليه أن يكون، يعني لو أن كافر لا يؤذي المسلمين متصلب ويعطيه حقوق الإنسان مثلا ونحو ذلك، وإذا ثاروا عليه أتى كافر آخر يؤذيهم أعظم الأذية وهو كافر أيضا، ولو تمكنوا من قتل هذا لأتى آخر شرا منه والعياذ بالله. فلا يجوز أن يخرجوا عليه لكي يأتوا بمن هو شر منه والعياذ بالله. يبقى لابد من النظر في ذلك. بداية التغير لدى الكتابات الجماعة الإسلامية في الثمانينات بعد ما كانوا قرروا في ميثاق العمل الإسلامي، ميثاق العمل الإسلامي متألف في آخر السبعينات وأوائل السبعينات، كانوا قرروا فيه إن ما فيش حاجة اسمها نفس خالص، ولا مصلحة ولا مفسدة، ولا في كلام من إيه مسألة فلسفة الجب صرحوا بذلك. فهم بدأوا بعد ما حصلت المواجهات المتعددة وبدأ يحصل فيه نوع من التغير، فكان بعض الكتابات في أواسط الثمانينات كده بدأت تطلع مراعاة المصالح والمفاسد وتقر بها، ولكن مراعاة المصالح والمفاسد، وبدأوا يوزنوا ان اللي بيحصل ده هو الايه المصلحة. من ضمن الحاجات اللي قالوها، اللي قالوا ان مفسدة الكفر اعظم ايه مفسدة، وان مفسدة الحكم غير ما انزل الله والكفر اللي موجود مفسدة عامة، والقتل والقتل دي مفسدة ايه خاص، لذلك الضرر العام يدفع بتحمل الضرر ايه الخاص. طبعا دي قواعد محدش من اهل العلم طبقها بهذه الطريقة نهائيا يعني. فاحنا بنقول هما بقى دي مسألة ليس بعد الكفر من مفسدة أعظم، في أعظم مفسدة الكفر نقول، فهو قلنا نعم هو أعظم مفسدة من جهة النوع، أما من جهة الكم فالزيادة عليه بالصد عن سبيل الله وأذية المسلمين مع استمرار الكفر وبقائه أعظم مفسدة وضررا. يعني أنت المهم أن أنت تقتل واحد كافر، ليه واحد كافر أشد منه؟ كان في الشيخ عبد الرزاق عفيفي سنة 81 سألناه مرة فالموضوع، فقال هو انت تشيل حمار تحط حمار غيره؟ يعني هل المقصود ان هو واحد يتقتل زي ما كتير جدا يبقى هدفه في الدنيا ان هو يقتل ايه؟ يقتل واحد مثلا، وهي دي تبقى المصلحة الراجحة، مع ان واحد ده ربما لا يكون ايه؟ يعني عندهم منه عشرات وما يكونش له اي اثر في ازالة الاوصاف، بل الى اذعار الكفار على المسلمين. ويحط واحد هو ده اللي شايفه كده. دي اصلا للعلم على الفكر ده مر بمراحل متعدده فعلا لغايه ما وصل للمراحل الحاليه، والا في الحاجات الاخرانيه دي. بس اصل المنهج ده ما هو ما استفادش الامر ده من ايه من النواحي العلميه، بل من النواحي مجرده من ان هو لما حصلت المفاسد الكاتمه على انفاس المسلمين من جميع انواعهم بداوا يقولوا ايه المراعاه. لكن الكلام ده كان زمان ما فيش يعني مناقشه علميه نهائيا الا كما ذكرت. ها؟ هو
ما هي يعني فيش حاجة، ما هو في الحقيقة يعني نوع من هما دلوقتي في تراجع مؤلم من الجماعة الإسلامية خصوصا، بس الجهاد الجماعة الإسلامية خصوصا في تراجع، بس الكلام ده للأصاغر عشان يحفظ عليهم اللي هم اعتقدوا سنين طويلة فبيقولهم ده تكتيك لمؤقت، ولكن هو في الحقيقة تراجع قطعا، لان اذا كان تكتيك اصلا معنى ده ما هو ده اللي كان بيتقال من سنين طويلة الكلام ده. لكن الجهات الاخرى الاتجاهات الاخرى ما زالت اظن على ما هي عليها، ذاك هي مستعدة تخش في صدامات غير محسوبة العاقبة دي اكيد، يعني كل مرة تحصل ممكن تحصل ايه امور بهذه الطريقة، وفي حاجات بتحصل ممكن بلا شك ويكون فيها يعني ايه يعني نوع من الانضداد التفكير تكون بهذه الطريقة، ولكن يعني لا شك ان المسلم قد لا يملك في وقت من زي سيدنا موسى عليه السلام لما لقى بيتكلم مع الاسرائيلي تاني وهو غير مبين عمل ايه، اراد يفرش بالذي هو عدو لهم، لا شك ان المسلم قد لا يملك في وقت من زي سيدنا موسى عليه السلام لما لقى بيتكلم مع الاسرائيلي تاني وهو غير مبين عمل ايه، اراد ان يفرش بالذي هو عدو لهم، وسيدنا موسى يعني نبي معصوم وما كانش اراد قتله في الحقيقه، بس اراد ان يبطش بالذي عدوناه عشان يخلصه، مش هيقتله بس يخلصه منه، رغم ان هو كل يوم شد من ايه من لا يقدر عليه. افغانستان حصل ايه؟ لا ده هو اصلا ما حصلش في افغانستان دلوقتي حاليا ولا الاولانية، لا الافغان صراحة يعني في وضع في حكمة شديدة من طالبان وهم ما بدأوش في حاجة، واخبرك بل ما زالوا بيعلنوا ان هو لو كان هو اللي عمل احنا هنحاكمه، ده دليل على عدم قبولهم لمثل هذه الاعمال مش كده؟ خد بالك ان هو محتمي فيهم وهو واعد انه ما يعملش حاجة، واخبرك وهم ما بدأوش فعلا، هم ما بدأوش الامر ده، لو كان هم اللي بدأوا كان يبقوا خطين، بس هم صراحة وتحديدا بينكروا ده ان هم يكونوا هم اللي عملوا الامر ده. من هذا الباب ممكن احداث كتيرة جدا مما يتم في الـ في, 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 في الامر ده ممكن فعلا يبقى فيه مفسدة عظيمة جدا اذا كان قتل بعض الرموز يؤدي الى اذعار الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لا تذعرهم علي ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني، وكان متمكن من قتل ابي سفيان، لو الواحد وزنها كده بالميزان بتاعنا من دول كان مين اللي هيتخذ موقف انه يقتل ابو سفيان؟ كانوا الاتجاهات دي بالتأكيد ده فرصة لا تحتمل الايه التفويض، رأس من رؤوس الكفر ويقدر يقتله ويغتاله، والموقف الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم عايزهم يمشوا وخلاص، وتغير وهو فعلا هيمشوا دي هتبقى تغير ونقطة تحول اساسي ان هم ينصرفوا عن المسلمين وما يحصلش قتال وما يحصلش اذعار ان هم يهجموا على المسلمين وهم في الحال الضعف ده، ان هم 10,000 ويهود بالاضافة الى في مواجهة 300 واحد هم اللي ثابتين، والتانيين 3,000 راحوا بيوتهم من شدة الموت، فده امر عظيم للخطر بلا شك، فده مش مقدرة من ضمن المفاسد ابدا. اما قول من يقول انه ليس بعد الكفر من افتدى فهو اعظم مفاسد، قلنا نعم هو اعظم مفاسد من جهة النوع، اما من جهة الكم فالزيادة عليه بالصد عن سبيل الله وأذية المسلمين مع استمرار الكفر وبقائه اعظم مفسدة وضررا. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فكافر يؤذي المسلمين اشد خطرا من كافر لا يؤذيه، يعني احنا نختار اي كافر يسلط مثلا او يصبر عليه او لا، فالكافر الذي لا يؤذي المسلمين. في اسئلة طرحت كثيرا في مواسطة مناقشة هذه المسائل، مثل مسألة هل ولود الامام شرط في وجوب القتال، طرحها بعض كثير جدا من السلفيين وهو سؤال لابد من اجابة عليه. قال ابن قدامة في المغني وامر الجهاد موكول الى الامام ويلزم الراعية طاعته فيما يراه من ذلك، فان عدم الامام لم يؤخر الجهاد لان مصلحته تفوت بتأخيره، ده كلام واضح وصريح في ما المسألة. وايه وجه الاستدلال؟ ان الاوامر عامة كما قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله خطب الله المؤمنين بخمسة حدود خطابا مطلقا، يعني ساءت ان شاء الله. في بعض اهل العلم
في مناظرة مسجلة مع بعض المخلفين، المخلف طبعا هو لا يحسن الكلام لكن أيضا في الكلام فيه نظر من جهة أنه قال له كيف تجاهدون ولا يوجد إمام، كأن ده أمر مفروغ منه. ثم الدليل على هذه الشرطية مسألة الاشتراط، هذا كلام صريح واضح من كلام ابن قدامة وغيره، أن الخطاب خطاب عام أصلا للمسلمين، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، الخطاب قاتلوا الذين لا يؤمنون، الخطاب كان إيه لعموم الأمة ولم يكن خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام في شخصه أو من يقوم مقامه. يقول فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره، يعني كما لو نزل الكفار بأن دلوقتي أكثر من 75 سنة بلا خليفة والكفار ينزلون ببلاد المسلمين في مواطن مختلفة، فلو يعني جاز ترك هؤلاء لأن الجهاد لا يجوز إلا إيه إلا عند ورود الإمام يبقى تضييع لمصالح المسلمين بلا شك، هذا القول قول باطل. يقول وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشر، يبقى القائم المولودين هو لابد أن يقدموا أحدا بلا شك، يعني يتولى قيادة المسلمين في الجهاد ويتولى من ذلك قسمة الغنائم. قال القاضي استثنى القاضي أبو يعلى الإماء، قال ويؤخر قسمة الإماء حتى يظهر إمام احتفى الفروج. المذهب أنهون المذهب التقسيم كله بما فيها إيه الإماء، قول القاضي ده وجهة المذهب خلاف المقرر فيه وهو أنهم يقسمون الغنيمة ككل بما فيها الإماء على موجب الشر، يخرج الخمس وأربعة أخماس الغنمين. قال النووي في المنهاج يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه. قال الشربيني في الشرح شرح المنهاج استثنى البلقيني من الكراهة صورا، أحدها أن يفوت المقصود بذهابه للاستئذان، العدو نزل مثلا وعلى بال ما يستأذنه الإمام أو أن العدو هيهرب وعلى بال ما يستأذنه هيكون هرب فيفوت المقصود بالاستئذان سواء كان دفع أو طلب. ثانيها إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد، ده كلام أيام بعض السلاطين زمان، كان هو يعطل الغزو يترك الأمر. فلذلك كان الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله يقول فقلت للسلطان عندما جاء إلى الشام إن عرضتم عن الشام وأهلي أقمنا له سلطانا يحوط ويستغله وقت الوقت، يعني هو كانوا أصلا عساكر معظمهم كانوا في مصر، جيوش الدولة المملوكية كان أكثرهم بمصر، وكان بعد وقعة عين جالوت وكده الشام أصبح معرض لغزوات متعددة وجل الجيش الإسلامي في إيه في مصر مش في الشام، فكان أحيانا بقى على حسب يعني رغبات بعض السلاطين إيه بعد جيوش ساعتها بعدش، فكان كرر عليه مرات عديدة دمشق في خطر، وقازان ده لما كان محاصر دمشق وكان أرسل مرات عديدة إن هو يرسلوا مدد من مصر والتانيين ما يستجيبون، فمن ضمن ما خوف به السلطان قال له إن أعرضتم عن الشام خلاص ما تشتغلوا تدافعوا عنه سنخيم له السلطان ويبقى دولة تانية مستقلة، ودي حالة ضرورة حالة ضرورة لأنها تابعة أصلا لدولة المماليك والسلاطين الموجودين في مصر، والخليفة العباسي اللي هو الصورة كان موجودا في مصر في ذلك الوقت أيضا. فالأمر قال له سنتمنى نفس الكلام الكراهة هنا لا دي كراهة اصطلاحية عندهم. ثالثها إذا غلب على ظنه أنه لو استأذنه لم يأذن له، ويعني كانت فيه المصلحة وإلا فهذا الكلام ليس على إطلاق ومع وجود المصلحة. قال ابن قدامة قال أحمد لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين، هزيمة معناه النقوص سرعة اتخاذ قرار الانسحاب، ما لو كان بقى ممن يهدف إلى تضييع المسلمين، فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه إنما ذلك في نفسه، المفسدة اللي هو الفسق الخاص والفسق الايه العام، يعني اقصد الفسق الخاص به وفسق يعود ضرره على المسلمين. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
قال الجهني في غاية الأمم عند كلامه على خلو الزمان عن الإمام: أما ما يسوغ فيه استقلال الناس فيه بأنفسهم، ولكن الأدب يقتضي فيه متابعة أولي الأمر ومراجعة مرموق العصر. مرموق العصر هو الإمام، بس هو بيفترض أصلا زوال الإمام، فبدل ما الإمام سماه مرموق العصر، واللي هو الأصل في الشريعة إن الأوامر دي ممكن الناس يقومون بنفسهم، بس كمالها سوف يأتي من خلال مراجعة الإيه الكبير. فدي يقصد ده من باب المكملات، كلمة الأدب ده من باب المكملات لا من باب الأساسيات. بيقول كعقد الجمعة، يعني هل الجمعة وجود الإمام فيها إيه يعني سببه؟ عشان ينظمها على أحسن إيه الأمور. لكن في الحقيقة إن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة أقاموا الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بهم أسعد بن زرارة. يقول: وجر العساكر للجهاد واستيفاء القصاص في النفس والطرف، فيتولاه من الناس عند خلو الدهر عن الإمام طوائف من ذوي النجدة والبأس. وقال: إذا شغر الزمان عن الإمام وخلى عن سلطان ذي خبرة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، حق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا، كقوله: السارق والسارقة فاقطعوا، وقوله: الزانية والزاني فاجلدوا، وقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا، وكذلك قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليهم، وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد، بل هو نوع من الجهاد. فقوله: كتب عليكم القتال، وقوله: وقاتلوا في سبيل الله، وقوله: إلا تنفروا يعذبكم، ونحو ذلك، وفرض على الكفاية من القادرين، والقدرة هي السلطان. فلهذا وجب على ذي السلطان ونوابه إقامة الحدود. قال: والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم تحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت، ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن حجر في الفتح في شرح حديث غزوة مؤتة، قال الطحاوي: هذا أصل يؤخذ منه. حديث غزوة مؤتة ده في أخذ خالد الراية بعد مقتل الأمراء الثلاثة، هذا أصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر، كذا قال الخطبي وعنه البغوي، يعني حنفية وحنبلة وشافعية، والمالكية أيضا نفس القول، بس أنا ما نقلناش عنه. ومن هنا تعلم من هذه النقول من أئمة العلماء من المذاهب المختلفة أن وجود الخليفة ليس شرطا في وجوب الجهاد، لأنه خطاب متوجه للمسلمين أصلا، وقاتلوا المشركين كافر، كتب عليكم القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ده خطاب عام. والواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى علمائهم في تقديم رجل منهم يقودهم في الجهاد بنوعيه الدفع والطلب، ويلزمهم أن يجتمعوا ولا يفترقوا، فإنه لا تحصل مصلحة الجهاد إلا بالاجتماع، بل وسائر مصلحتهم وسائر مصالحهم. ولا شك أن من يشترط وجود الخلافة أولا قبل الجهاد زي بعض المنتسبين إلى العلم ممن ينتسب الحديث ونحن يقول يلزمه أن ما جرى في أفغانستان مثلا أيام السوفيت يعني، وما يجري في البوسنة وأريتريا وكان أريتريا أيامها كان فيه، والفلبين وكشمير وسائر البلاد التي يقاتل فيها المسلمون أعداءهم، يلزم أن كل هذا محرم وغير مشروع. وفي في الحقيقة من يقول ذلك فعلا، ده أمر يعني أكاد يكون معلوم من الدين بالضرورة بطلان، إن المسلمين كان يلزمهم أن يسكتوا، يذبحوا مثلا في البوسنة ويهجم عليهم أعداءهم ويقتلونهم دون أدنى مقاومة لعدم وجود الخليفة. تكاد تكون الأمة حاليا بكل أصنافها تمدح ما جرى أولا من مقاتلة الروس في أفغانستان،
وما أبطل أن ينسب لأحد من علماء الإسلام ذلك. وقد روى أبو داود في سننه عن عقبة بن مالك قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قال فسلحت رجلا منهم سيفا أطلوا سيف يقاتل بي فلما رجع قال لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعجزتم إذا بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. حسنا يبدو أن الأمير لم يمضي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلامه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أعجزت أن تقيم رجلا مكانه. يبقى الإمارة هذه المقصود منها إيه؟ إقامة الواجبات الشرعية وليس مجرد أنها يعني وجوده كرمز وخرمز. هل يشترط انفراد المسلمين بأرض ينطلقون منها في الجهاد؟ ليس في كلام العلماء السابقين فيما اطلعنا عليه الكلام نصا على مثل هذا الشرط. لكن اللي بيشترط ان يقول متحيزين في ارض, اين هذا الشرط في كلام العلماء؟ العلماء اتكلموا على عدم النفقة وعدم الاهبة والاعمى والاعرج, هذه سقوط ايه اسباب السقوط. لكن مسألة الانفراد بارض دي ما قالوش دي من ضمن من لم ينفرد بارض فقط عنه. ومن هنا اختلف المعاصرون في ذلك, منهم من قال لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد ولود الارض في المدينة, ومنهم من قال لا دليل على الاشتراط من مجرد الفعل. ده كلام صحيح اصوليا, وده لو حتى امر بولود الارض ده يبقى فيه الشرطية اشد من ذلك, انه ما يصحش الا بهذا اشد من ذلك. وانما كان المانع من القتال بمكة عدم القدرة والشوكة كما سبق بيانه. وقد ذكر علماء شروط وجوب الجهاد ولم يذكروا هذا الشرط, بل صرحوا في حالة طروء الكفر على الإمام وردته ووجوب الخروج عليه إذا قدرت على ذلك الطائفة أن ذلك يتعين عليها, وهذا نوع من الجهاد. قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر, وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل, لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته, ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه وتنصيب إمام عدل إن أمكنهم ذلك. دايما كانوا يجيبوها الحتة دي في كل المذكرات بتاعت الجامعة الإسلامية, بس لما يجوا ياخدوا الخلاصة يشيلوا إن أمكنهم ذلك ويعلنونها كده مجرد. فده كان التلبيس شيطاني. قال فان لم يقع ذلك الا طائفة وجب عليها القيام وخلع الكافر, ولا يجب عليها ولا يجب في المبتدع الا اذا ظنوا القدرة عليه, يعني مع وجود المصلحة, فان تحققوا العجز لم يجب عليهم القيام, وليهاجر المسلم عن ارضه الى غيرها ويفر بهم. انتهى من صحيح مسلم. ولا شك ان الخروج انما يكون من الارض التي هم فيها, خروج على الإمام المرتد ده, وهي ما زالت تحت حكم الكافر. وإن كان المتأمل لتاريخ المسلمين قديما وحديثا يرى أن حصول القدرة على القتال مرتبط ارتباطا وثيقا بوجود أرض تأوي المسلمين كما حدث في أفغانستان وغيرها, فبهذا والله أعلم نرى أن اشتراط الأرض إنما هو في الأغلب ضمن شرط القدرة وليس شرطا مستقلا. قال النووي في شروط اعتبار الخارجين على الإمام أهل بغي, الخاصة الثانية أن يكون لهم شوكة وعدد, وشرط جماعتهم من الأصحاب في الشوكة أن ينفردوا ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء, والأصح الذي قاله المحققون أنه لا يعتبر ذلك, وإنما يعتبر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإمام حتى لو تمكنوا من المقاومة وهم محفوفون بجند الاسلام حصلت الشوكة. ده احسن تريد, وهو ان هذا الشرط ضمن شرط القدرة, وهو في الاغلب العام وليس شرطا على الاطلاق, شرطا في اكثر الاحوال من ضمن شرط القدرة, ان هم فعلا مش هيقدروا الا لو كان لهم ارض يتحيزوا ايه فيها, لكن هو لو امكن وتصور غير ذلك يبقى ده ما لا يلزم ان هو ده ما يكونش قتال, يكون جهاد في سبيل. قد توقفنا عند بيان اصناف من يقاتلون واحكام قتالهم. يقسم المقاتلون الى نوعين, اولا الكفار وثانيا اهل القبلة.
قتال الكفار هم انواع، الاول اليهود والنصارى والمجوس. ممكن التقسيم ده يكون بعضه مبني على الخلاف والاتفاق، ويمكن ان يرجح ان بعض الاقسام لها نفس الحكم، ولكن تقسيمها من جهة ان بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. وحيكون في فرق طبعا مهم في ذلك، وهو ان المتفق عليه لا يسوغ فيه الخلاف. لو ان انسانا يعني حكم بخلافه فيرد حكمه ويبطل، ولو ان في المختلف فيه وفي اجتهاد سائغ حكم به حاكم فاخذ به امام عن اجتهاد او رجوع الى احد اهل العلم افتاه بذلك لم ينقض ذلك الحكم ويمضى. الصنف الاول اليهود والنصارى والمجوس، او هؤلاء يجب قتالهم حتى يسلموا او يعطوا الجزيه، اي يجب وهم صاغرون، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. عن يد يعني عن قدرة، وهم صاغرون يعني أذلاء. والظاهر أن الصغار المقصود هو الخضوع لسلطان الإسلام وأحكام الإسلام وعدم الخروج عنها. ومن المتأخرين من قال يهانون أثناء أخذ الجزية، والصحيح أنه لم يثبت ذلك. فالصغار هو الخضوع لأحكام الإسلام، ولا نزاع بين العلماء سلفا وخلفا في ذلك، إنما النزاع مع بعض المنافقين المعاصرين الذين ينكرون هذا الحكم، حكم قتال الكفار حتى يعطوا الجزية. ويسميها بعض المتأخرين ممن تكلم فيما ليس له ضريبة خدمة عسكرية، لإيهام الناس أن الغرض المقصود منها هو مجرد الدفاع عنهم، كأن المسلمين يأخذون أجرة على خدمتهم عسكريا على حمايتهم. وهذا خلاف نص القرآن وليس خلاف ظاهره فقط. فقال عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، في ذلة مضروبة عليهم، وليس أنه مجرد الدفاع عنهم. المسلمين يعني بيأجروا أنفسهم للدفاع عن الكفار، وده طبعا وسيلة لمحاولة الالتفاف حول النص القرآني ليقول أنهم إذا اشتركوا في القتال فهذا يسقط ليه الأمر. وطبعا هذا من الضلال البين، بل حقيقته يعني الكفر والعياذ بالله، لأنه إنكار يعني آية صريحة من كتاب الله عز وجل، وإسقاط حكمها وتخصيصها بغير مخصص باتفاق العلماء. انه ما يشترك في الجيوش بقى، فتبقى الدول المدنية مش مبنية جيشها على ان هو يكونوا مسلمين ولا حاجة. الاستعانة بالكفار الراجح منعها في القتال، لكن في بعض في اختلاف فيها بشروط. اذا استوفيت الشروط من كونهم مأمونين ولا يتسلطون على المسلمين، ويستغنى يعني لا يكون لهم امر مع المسلمين، ففيها خلاف. لكن مسألة ان هو تسقط بها الجزية ده امر باطل، ويستدلون بان خالد بن الوليد رد الجزية على اقوام من اهل الكتاب لما عجز عن الدفاع عنهم. ولو كان كذلك مع ان السند مرسل في ذلك وليس بصحيح، فلو صح لكان هذا لعدم امكان اعتبارهم من رعايا المسلمين مع عدم الدفاع عنهم. فالواجب على المسلمين ان يدفعوا عن اهل الذمه، لكن هذا ليس هو سبب ايجاب الجزيه. سبب ايجاب الجزيه كفرهم، شرع اليه القران: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. يبقى العله في قتالهم انهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. وليس ان الغرض قاتلوا الذين مثلا لم يقبلوا ان يشتركوا معكم في الجيش مثلا، هذا كلام باطل لا يمكن ان تحمل عليه الايه بوجه من الوجوه.
لكن هي من اجل يعني فعلا الهزيمة النفسية في قضية الهزيمة. مع ان الكفار اذا احتلوا بلاد المسلمين نهبوا اموالهم بالظلم والعدوان اضعاف مضاعفة، الجزية تجب دينار عن كل حال، ولو زيد في ذلك للاغنياء الى 4 دنانير فهذا اقصى ما يؤخذ في السنة، ولا يؤخذ من النساء ولا من الاطفال ولا من العجائز العاجزين عن الكسب. فاذا كان الامر كذلك فيعني ما ياخذون هم من ثروات الشعوب ويظلمونها اعظم الظلم، فهم يفعلون اضعاف اضعاف ما ينكره بعض المنهزمين نفسيا امامه. بالنسبة هذا اليهود والنصر في اهل الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.